ايه ده يا جدعان ده؟ هو في ايه الالعاب الغريبة يا جدعان ده؟ والله حاجات غريبة الواحد بيشوفها. انا زعلان منكم يا جدعان، ولا حد يقول لي مبروك مجالك يا ابو اللذاليز. انا بقيت ام يا جماعة، عايزكم بقى كلكم بتباركولي يا جماعة، ولايكاتكم الجميلة يا جماعة، عشان اوريكم النون السخان النهاردة. بس مين اللي قاعد ده؟ مش فاهم انا والله، ده النور ده ولا واحد جاي بيراقبنا؟ مش عارف يا جماعة. النهاردة هنشوف مع بعضينا وخير نبتدي جيم جديد في الألعاب الغريبة اللي الواحد بيشوفها ده. هي جاية عليا ولا جاية علي ولا جاية علي ولا اسمها ايه دي؟ هو في صوت غريب يا جماعة جاي من أوضة المعيشة. أنا محتاجة دلوقتي أروح أشوف ايه اللي بيحصل. طب فين كشافي؟ يعني أنا كأم ومعيش كشاف، المفروض تكون دي يا جماعة من الأساسيات، المفروض في الأمهات. كشافك معاك، أدواتك معاك، كل حاجة جاهزة، معايا الحفاظ، معايا كل حاجة. لو أنا محتاج حاجة ما تقلقش يا ولدي. خلينا نشوف طيب ايه اللي موجود هنا بالظبط يا جماعة. هنشوف حتة حتة هنا، مش عارف، تقريبا زي الأخبار. وهنا صورة بحب الوردة يا جماعة، ده حاجة وردة ايه؟ حاجات اللي بحب اشيرها معاكم يا جدعان. وده كمان، ده الشباك، بحب يطل يا جماعة على بيت مسكون. مزاجي مزاجي، مش انا اللي بختار البيبي، البيبي النعنن. وده السرير بتاعي الجميل ده، المحل ده. ايوه طب انا انا بس حاجه سامع صوت حنفيات وصوت اسمه ايه ده، الساعه. فين الساعه اصلا؟ حاجه غريبه صوتك والله مستفز. المفروض يا جماعه الساعه دلوقتي 3:15، حنفيه مفتوحه، ودي اوضه البيبي صح؟ يا اختي كمونو عزوني، انت كمونو بس في البنك يا جماعه. يا سي كمونو عزب دي الاوضه المحنجه يا حبيبي. يا سي كمونو بس على فسوفك، خليكي نايم ولا نايمه بقى، مش عايز اسمع دوشه. بص يا جدعان قاعده مستكنه، بنت مؤدبه يا جماعه. دي طبعا الاوضه الجميله بتاعتها، بصوا حاجه فخمه ازاي. لو بعلمها بقى الحروف اي بي سي دي، كل الحروف يا جدعان موجوده عندها، لسه ما كملتش شهرين مش فاهم. هقعد اذاكر معاها يا ابو اللذاليز ده. يا جدعان بقى فوتوه لي يا جدعان، قاعد بعلم البنت اهي عشان تطلع حاجه جامده. وخلينا نشوف شايف دي ايه دي. ده الحمام، اوكي. لا حمام، لا حمام، لا احنا اتفقنا على كده. في حاجه اتحركت على السلم ولا ايه؟ يمكن يا جدعان في قطه بلدي كنا مربينها، بس تقريبا هربت من البيت، بس ده عفرتها ولا ايه؟ والله شفت حاجه بتجري يا جماعه، في عين كده ظهرت لي، مش عارف دي الشاشه اللي انا بدات خلاص بقى بشوف حاجات غريبه. الدنيا هص هص صح؟ مين ولع التلفزيون؟ يا جدعان انا فكرت افتح التلفزيون قبل ما اخش انام. انتوا اللي ولعتوه ولا ايه؟ يا جدعان بقى بطلوا بقى، انا عايز اخش انام من اليوم الاخضر ده. والصوره دي كمان. ماشي. مش عارف انا ايه الفكره مولع التلفزيون. خليني بس ادور على الريموت. ياب فين الريموت؟ الريموت الريموت ينفع نطفيه كده على طول؟ لا لا لا، ايه ده ايه ده ايه ده؟ الكرسي وقع لوحده ولا ايه؟ من هنا من هناك، سلم ودنك. في حد ولا ايه؟ خليني ابص كده. والله سامع صوت كلب يا جدعان، تقريبا ممكن يكون بشع القطه، فالقطه طلعت تجري فزقت الكرسي. غريبه، مش احنا كنا المفروض دلوقتي في اوضه المعيشه يا جماعه؟ يا لهوي ده كحله خالص. خلينا يا جماعه. ايوه دي الاوضه اللي بنتغذى فيها. وضع ريلاكس، مفيش حاجه، وضع مطمئن لغايه دلوقتي. ايه ده، حاطط صوره فاكهه؟ ده انا رايق والله. ماشي نظبط الكرسي. الهبل ده يا جماعه، التلفزيون رجع ولع تاني. والله شفت حاجه في الضلمه، اللي شافها يا جماعه يا ريت يقول لنا. حاجة والله بتتحرك. في حاجة بالضلمة واقفة قاعدة بتراقبنا، بتشوفنا بنعمل ايه وجايين منين. غريب، ما تبص على كلب والله شغالها وهو الكلب ده مستفز يا جماعة. هو لوحده هو والغراب، بس الغراب تقريبا مأجز النهاردة، تقريبا صايم يا جدعان. خلينا نشوف مين ولع التلفزيون. في حاجة بصيت عليا هنا طلعت تجري على السلم، مش عارف بس مش معقولة قطة كل دي بالحجم ده. قطة اكس لارج دي ولا ايه؟ اطفي يا عم التلفزيون بلاها. في تلفزيون تاني ولع؟ ايه اللي نشا؟ يا لهوي البيبي. لا انا مش عارف انا شفت ايه في التلفزيون. انا عايز اشوف اتاكد ان الولد كويس. ولدي ولا بنتي؟ يا فين بنتي؟ سامع صوت، سامع صوت.
في صوت بيتكلم يا جماعه مش عارف ولا حد تقريبا بياكله يا باشا. انا مش شايف حاجه، انا والله ما شايف حاجه حرفيا. استنى يا عم، فين السلم؟ ضلمه مكحله. سيبنا يا جماعه عشان ممكن، ايوه السلم هنا شايفه بالعافيه والله، دي مضلمه بطريقه مش طبيعيه. كمل. استنى يا حبيبتي، جايه ما تلاقيش. بابو ابو اللي جاليك جاي، انت فين؟ يلا بدي شويه يا عم، انت مالك عمال برجلك مش قادر تجري يا جماعه؟ هو رجليه وجعاه ولا رجليه وجعانه يا جماعه من كتر الخوف؟ قصدي من كتر ال، في ايه؟ ايه الهبل ده؟ الورقه كويسه ولا بنت كويسه؟ محتاج اخد النون. واسي كمالو، الباب قافل. ها ايه يا حبيبي؟ افتح الباب يا جماعه، الباب ما بيفتحش والله. يا بنت اعملي حاجه، البنت شكلها مسكونه. اللي جاي ده يا جماعه والله نفس العيد اللي جاي من بعيد. اتصرف اتصرف، افتح الباب افتح يا جدع. انت مين يا عم؟ انت مين؟ انت العو ولا ايه؟ هياخد النون عافيه ولا امشي؟ اعوذ بالله، حط النون. اجري بسرعه 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 بسرعه. نون ايه يا عم؟ هياكلني يا جدعان ولدي. اسرعها غريب. خلاص على كده. هنا يا جماعه ده اعطانا هيد شوت ولا ايه؟ مش فاهمك انا. غريب والله، لعبه غريبه. هو اول حاجه طلب مني احط الولا. طب انا لو ما ح... ولا احط يا جدعان، والله بيت متلخبط وبتوتر. استنى بقى عشان انا دلوقتي لازم اخلص الموضوع ده. بصوا هناخد البنت. طب لو حطيناها ما ممكن يرجع ويغدر بينا، ملوش امان. الفكره في الدنيا ضلمه، طب انا هروح بيها فين؟ حتى مش قايل لك اتصرف ازاي ولا اتعامل ازاي. هو كان موجود هنا ولا ايه؟ والله بقتش اخد بالي يا جماعه، خلاص بقتش اركز باللي بيحصل من كتر التوتر. اقفل ماشي. خلاص بقى ما تخدنيش تاني بقى عم الكرسي بقى، احنا خلاص ما يهمناش حاجه، احنا فهمنا اللي فيها. ارفع 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 ارفع. تعال 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 يا جبان. ها طلع يجري. خاف مني يا جدعان. شوف 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 شوف، هيظهر في التلفزيون. خلينا نتابع ونشوف. هيجي بعد ما تطفيه صح؟ الله، شفتوا اهو، هيعيط. حبيبي استنى جاي. استنى، انا مش شايف السلم والله، لو اشوفها هطلع لك. انا مش عارف انا فين. خلينا يا جماعه نشوف. طيب الحاجه هنا كده شايف السلم؟ انا بحاول كده ايه احسس فين. ايوه قدامي تقريبا. يلا يلا كمل يا مسهل. مش عارف هنهرب منه ازاي يا عم، طلعني. ممتاز. بص احنا نحاول نمشي كده ايه بالحب ماشي، يعني اول ما يهرب نهرب، نلزق في الحيطه كده كي ونبدا نمشي كده. هيبقى في زنقه صغيره لازم نعدي منها عشان نقدر نعدي من السلم. ماشي ماشي، خلينا نشوف البيبي. ازعلش حبيبي انا جاي. اضرب الجرس. تعال حوالي، تعال يا بت. اوكي خلينا. والله ما شفتش حاجه غريبه يا جماعه، بيتخيل يقعد يخبط في بعضه. حلو، قبل ما يفتح نحطه. ها تعال يا زعيم، تعال الحام، تعال والله. قلبي يا جماعه اعطيها ماكس. دق 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 دق. شوف شوف حط البيت اهو. بحطها، يقول لي حطها ولا اجري. والله ما اعرف احطها. امشي يا عم، اجري اجري بسرعه 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 يا جدعان، سرعتي بطيئه. انزل عايز يعضنا والله. يا مستور يا مستفز، هروح فين؟ هيخاف من النور ولا ايه؟ يا رب. يلا يا جدعان، اروح فين طيب؟ انت يا عم ارجوك.
والله ارخم وحش بيلعب كينج فو يا جماعه. ايه الوحش المجنون ده؟ خلاص يا جماعه بصوا، انا قررت قرار رهيب. ايه هو بقى؟ هاخد البت وحجري، حجري على طول سريع سريع. انا عايز اعرف في حاجه كده على السلم يا جدعان اهو. ها شفتك يا خلبوس. خلاص هنروح نطفي التلفزيون اوكي. وحنروح نخلص على الكرسي وبعد كده يا جماعه نخرج من الباب. ماشي ماشي ماشي، يلا 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 يلا. ارفع ده يا معلم. ممتاز يا حبيب قلبي يا سيكاما. راح فين؟ هنا قلبي ميت يا جدعان. رايح والله مجمده. طفي وخلينا نطلع فوق اوكي. ولدي ما عيطتش، حاجه غريبه. طب انا كده ممكن انقذها. يا ابني في ايه؟ هو اللي بيجي سكتها. شوف سكتي خالص. ممكن تكون دي يا جدعان عفريت. عفريت جاي يا رب من الصغنن. هو في ايه؟ حبيب قلبي. حبيب قلبي اوكي خليه هنا. يا جماعه كده مستكر ناسين. تعال تعال الحم. هاخد بعضي طيران على الباب. يلا اوكي تعال. ولا تعالي، ممكن يكون عفريت يا جماعه نفسه في دنيا صغنن كمان. يلا يا رب الباب يتفتح. افتح الباب. والله عيونه يا جدعان من بعيد تراب، بالذات بص لما يجي يشاور لي. افتح الباب يا جدع. باب افتح. اوكي سلام يا حبيبي. سلام سلام يا عم الوحش. انت عينيك اصلا تخوف بالليل، شكله يا جدعان مرعب. انزل 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 بسرعه 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 بسرعه. اهو الباب اهو الباب اهو الباب. صوته مستفز يا كني. افتح الباب بسرعه 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 بسرعه. اوه خرجنا بالسلامه. اوكي احنا عملنا يا جماعه الهروب بتاعنا ماشي، وبعد كده ايه ده؟ مامته تخلص عليها يا راجل. وممكن يكون دي كانت مامته الحقيقه اللي بتجري على عفريت. احنا كنا خاطفين ولا ايه؟ ما في مين اللي بيعيط ده يا جماعه؟ احنا المهم ان احنا طلعنا في امان ولكن بشكل مؤقت. خلاص يا نونو فيها. خلاص انا قاعد اعيط جنبك. عيط ودموع ورعب، ايه اللعبه الغريبه دي؟ اوكي شكرا ليكم لعبتوا اللعبه، واستنى الشابتر الجزء. ايوه كده بقى يا عم دلعنا. الجزء الثاني يا جدعان قريبا كومينج سون. بس الجزء الاولاني حلو، بس كان عايز يبقى ايه اكبر واكبر بحيث واحد يقدر بقى ايه ياكل الولا ومش عارف ايه وما ادري ايه زي لعبه الطفل المسكون. يا رب يا جدعان يكون الفيديو عجبكم النهارده. اشوفكم مره جايه فيديو جديد مع ستيوب جيم. يلا سلام.